سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد وصل فجر اليوم الثلاثاء عدد من المهندسين والعاملين الأردنيين الذين تم الاعتداء عليهم في مقر عملهم بإحدى الشركات في كازاخستان إلى العاصمة عمان واستقبل المهندسين الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مندوبا عن نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وصل العاصمة عمان 140 أردنيا من أصل 107 رغبوا بالعودة في اجازه الى المملكه دون ان يؤثر ذلك على وظائفهم بحسب بيان وزاره الخارجيه. نتابع حديث وزير الخارجيه ايمن الصفدي. الحمد لله على سلامه شبابنا وصلوا وهم بخير واحنا من البدايه اطمئننا على على جميع مواطنينا اللي كانوا في كازاخستان، تواصلنا مع السلطات الكازاخيه ايضا والذين تعاونوا بشكل كبير معنا، والهدف كان من اللحظه الاولى هو ان نضمن امنهم وحمايه حمايتهم، توجيهات نائب سمو نائب جلاله الملك سمو ولي العهد الامير حسين بن عبد الله حفظه الله كانت ان نكرس كل امكاناتنا وان نقدم كل خدمه ممكنه، وكما تعلم نحن في الاردن وجلاله الملك حفظه الله دائما يوجه بان خدمة المواطن الأردني وحماية مصالح المواطن الأردني هو الأولوية لنا جميعا وتم التعامل مع هذه المشكلة ونفتخر ونعتز بشبابنا أيضا الذين تعاملوا مع المشكلة بكل عقلانية وحكمة وعكسوا الروح الأردنية التي دائما تتماسك وتتعامل بحكمة مع هذه الأزمات وهو هم عادوا إن شاء الله بعضهم اختار أن يعود ليمضي إجازة في بلده البعض الآخر اختار أن يكون هناك ونحن نتابع مع سلطات هناك هم الحمد لله مؤمنين وبخير ويمضون إجازتهم ونتابع مع الشركة أيضا من أجل أن تتم الأمور إن شاء الله بشكل خير. اليوم نسلط الضوء على المهندسين والعمال العائدين من كازاخستان نسأل عن تقييم ما حصل الأهم كيف يمكن أن يتكرر مثل هذا المشهد كيف نحمي مهندسينا وعمالنا في الغربة. ورحب بضيوف الكرام المهندس احمد سماره الزعبي نقيب المهندسين الاردنيين أهل اهلا بك شرفت بحضورك سيدي ايضا رئيس مركز بيت العمال للدراسات حماده ابو نجمة اهلا بك استاذ حماده أهلا, اهلا شرفت بك بحضورك أهلا. ايضا ارحب بعدد من الاردنيين العائدين من كازاخستان كل من السيد المهندس فادي ربقاعي اهلا بك مهندس فادي محمد درقن اهلا بك اخ محمد وايضا خلدون درقن اهلا بك اخ خلدون شرفتونا بحضوركم اليوم وقبل ما نبدا حديثنا معكم ونحكي شوي في التفاصيل بدنا نسمع من الاخوان تفاصيل ما حدث وبدنا تعطونا التفاصيل خلينا نسميها المملة بس بدنا التفصيل بالكامل شو اللي صار معكم بالتفاصيل من اللحظة الاولى لوصولكم يوم امس تفضل المهندس فادي اوكي مساء آه الخير وشكرا لكم اول شيء آه يوم السبت الصبح كنا مداومين والامور كانت تمام ظلينا تقريبا لحدود الساعه عشرة بعدين صرنا نسمع من ال... من الراديوهات لانه احنا بنتعامل نت... مع راديوهات بالمشروع مش بموبايلات انه في بلبله عم بتصير وفي تجمعات للعمال الكزخ وبلشوا انهم يجوا يتوجهوا لمنطقه من مناطق المشروع بعد في دقائق تاكد الخبر وحكت ادارتنا انه لازم نيجي نبلش نخلل في المشروع طلبت منكم الاداره تخلوا المشروع صحيح انه خلص ضبوا اغراضكم سكروا هذا الكلام للاردنيين في المشروع ولا لكل لكل عمال لكل عمال لكل عمال م. طلبوا منا نيجي نتحرك ونروح على الباصات يلي كانت تستنانا هلا بلشت تيجي تتحرك الباصات بلشت تتعبى الباص يلي, يلي يجي بتعبى بالعمال يتحرك تعبوا اول باصين يتحركوا الثالث والرابع كانوا لسه عم بيستنوا لسه كان في عمال عم بيجوا لسه من السايت لانه ما قدرنا نيجي نتركهم وبهاي اللحظه صفت انه صفت كل العمال انهم صاروا قراب من عين العمال الكزاخ وانحشرنا ف... فبلشوا انه يدخلوا على الباصات ويصير في اعتداء علينا بالباص وبعضهم صاروا انهم يمسكوهم من الباص وينزلوهم على الارض يلي صار فيهم مشاهد انهم مشاهد الفيديو هذول وصاروا يجوا يصوروهم أو يضربوهم بالوحشيه اللي انتو شفتوها ما هو السؤال ليش 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 تصرف العمال الكزخ بهذه الطريقه الحديث انه مواطن عربي تصرف تصرف غير اخلاقي لا يليق ما الى ذلك هذا صحيح الكلام هلا هي باعتقادي انا باعتقادي انه هو مجرد شيء وهمي لانه هو هو زميل إلنا واللي صور معها زميل إلنا اه شاب لبناني كان بيشتغل بهذه الشركه صار له سنتين البوست يلي عمله ما خبى على الناس هو عمله على الواتساب تاعه عند اهله وعند قرايبه وكل الناس شايفيته فانه مش هو شيء عم بيجي بحاول انه يشوه لسمعه زميلته باعتقادي انه هي مجرد انه مجرد سبب ما داعي بس انه لازم انهم انهم يجي يعملوا شيء زي هيك هلا شو الاسباب ما بعرف ما عندي فكره للموضوع ممكن ممكن انه في ناس بقول لك ممكن بدهم زيادات في ناس بقول لك ممكن بدهم ظروف معيشية ثانية بس ما عنديش سبب راح أرجع لك في هذا الموضوع بس أسمع من خلدون خلدون إيش صار معك أنت كنت في موقع مختلف المهندس فادي بيداوم مكتبي إيه. أنت بتداوم دا... في السايت في الموقع كنت في السايت في الموقع فحكم معنا على الجهاز أنه نخلي الموقع صار في تجمعات من الجهاز ما مع الجميع مع الجميع نعم انه صار في تجمعات من العمال الكزاخ وفي صار ضربات فاخلوا الموقع وتعالوا على الباصات فسحبنا حالنا وطلعنا والله عن وصلنا عند الباصات طلعنا في الباصات وكل شيء لسه على الباص ما تحرك الا هم هاجمين على الباص قاموا سحبوني انا واخوي نزلوني للباص وبلشوا فينا ضرر فيش بعد شوي هيك ما شفنا الا اثنين اجوا وقفوا الموقف اللي صار بينهم وسحبوني من سحبونا من الارض انا واخوي طلعونا في سياره والسياره ضلت و رايحه فينا مشيت فينا حوالي 300 كيلو لأتراو لا بعيد عن منطقه الـ 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 حوالي 300, 300 كيلو نعم ضلينا سحبين حالنا انت كنت في الباص لما لما اجونا لما اجوا هجموا عليكم ونزلوكم من الباص نعم تم الاعتداء عليك بالضرب بالضبط نعم اليوم عملت فحوصاتك الطبيه نعم كيف صارت امورك والله ان شاء الله احسن عندي كسر هون بالضلع من هون طيب مهندس فادي انا بدي ارجع لك لانه الموقع مقسوم الى نقطتين وفي اكثر من شركه في الموقع نفسه صحيح, صحيح. وفي عمل مكتبي وفي عمل في الموقع صحيح 100% كل موقع مختلف عن الاخر كيف قدروا انهم يحاصروا كل كل شبابنا الموجودين في الموقعين هلا اغلب الشباب تاعونا بالسايت آه زي ما حكيت لك بالاول انه احنا بمكاتب ولما بلشوا بالسترايك تاعهم بلشوا من المبنى اللي قريب من من مكاتبنا احنا في عندنا بوابات رئيسيه وكل هاي بوابة عندها بكون الباصات تاعون الشركات اللي بيتعاملوا معها في باصات كانت ابعد عن العمال فلما صار في اخلاء للمواقع انه كانوا بسهوله انهم يقدروا يتحركوا ويبعدوا عن العمال احنا مشكلتنا احنا كانت الباصات بين مكاتبنا وما بين العمال بين عمال الكزخ نعم صحيح م. فانه لازم نتحرك باتجاههم ما تحركنا عكسهم فهاي اللي سبب فاحنا يعني يلي تضرروا اكثر شيء يا اما اللي كانوا باتجاه الباصات او يلي ما تحركوا من السايت يلي مسكوهم بنفس السايت لان السايت شوي كمان بعيد عن مكاتبنا يعني بدهم اقل شيء عشر دقائق انهم ما بين السايت لعند الباص طيب مهندس فادي لانه لانه, لأنه انت ذكرت نقطه مهمه في موضوع انه ممكن يكون في اسباب اخرى وفي حكي انه والله الوضع الاجانب بالعموم في المواقع اللي بتشتغلوا فيها وتحديدا المنطقه اللي بتشتغلوا فيها سواء في السكن او في الاجور افضل بكثير من الكزخ وهذا دفعهم انهم يستخدموا العنف اتجاهكم او ياخذوا مبرر للاعتداء عليكم هلا مشان نوضح نقطه رئيسيه للكل آه احنا ان كان مدير مشروع او العامل بوكلوا بنفس المس ساكنين بنفس السكن عندنا تعليمات انه ما يصير في تفرقه ما بين مدير وما بين عامل فظروف معيشيه كلنا نفس الشيء عندهم قانون انه هم بيشتغلوا 28 يوم وبيعطلوا 28 يوم فعندهم هم راحه احنا بنشتغل اربع اشهر وبنعطل اسبوعين فهم لسه كمان ظروفهم احسن من ظروفنا يعني مش صحيح انه اجوركم اعلى من اجورهم وانه انتم وضعكم هلا اجوركم افضل لا هلا سكن واكل ومعيشه وهي اشياء بالمره احنا كنا ساكنين بنفس السكنات بنفس السكن بتلاقي بنفس السكن بتلاقي المدير مشروع بتلاقي عندك عامل بتلاقي عندك كلنا بنفس السكن ما فيش فرق ما بين اي اثنين طيب ليش اعتدوا عليكم اذا انت انت بتقول لي الصوره مبرر ليش يتم الاعتداء على على كل الاجانب لانه مش الاعتداء على الاردنيين فقط صحيح صحيح على الكل ما عندكم صوره ما عندنا سبب طيب عندك خلدون بتعرف ليش اعتدوا عليكم الكذا؟ عندك تبرير؟ انا كل اللي بعرفه اعتدوا علينا عشان شغله الصوره الصوره؟ نعم فقط بس ارفع هاي ارفع الميكروفون هذا اللي بعرفه انه عشان فقط فقط من شان الصوره عشان الصوره كل اللي بعرفه يعني طيب اخوي محمد وانا بعتذر منكم ضيوفي بس طيب احنا طيب. بدنا طيب. بدنا نعرف التفاصيل انت مقيم في كزخستان 18 سنه نعم وبتعرف طبيعه اهل المنطقه وساكن معهم وعايش معهم من سنوات شو اللي بدفع لمثل هذا التصرف؟ معقول صورة وصورة طبيعية والشباب وصفوها بأنها صورة عادية جدا وما فيها أي مشكلة والرجل كان معلنها عن مش إنه مخبيها هي أول شيء يعني بسم الله الرحمن الرحيم يسعد مساكم جميعا هي أول شيء زي ما تفضل المهندس سون عنا هي صورة طبيعية جدا يعني مش إنه جايب يعني متصور مع بنت من برا المشروع هي يعني موظفة معاه بنفس الأوفيس بنفس القسم يعني فهو المسؤول عليها يعني فكانت يعني هي بنظرتنا يعني زي تشوف او تتفرج على الصوره هي يعني كانت صوره طبيعيه جدا م. فما بظن انه عشان الصوره او عشان ممكن ممكن عشان الصوره ما بحكي لك ما في انسان بيغلط الكل بيغلط يا اخي مزبوط ولا لا فهي يعني شغله وصارت فانا اللي بعرفه بخبرتي يعني في يعني السنين اللي مشتغلها انا غاد انا مشتغل غاد ما يقارب الاربع خمس مشاريع مع شركة السي سي سي بنفسها يعني اللي 18 سنة الآن غاد أنا وأنا مقيم غاد يعني في كازاخستان فكازاخستان دولة محترمة ودولة بترحب بالناس دائما والشعب يعني اللي 18 سنة أنا شعب مسالم كثير محترم وكثير كويس يعني يعني حتى بالذات يعني للأردنيين الأردنيين متسهلة لهم بينهم بين في يزنا لكازاخستان كثير مسهلة يعني فما بعرف شو اللي صار أو إيش الخلل اللي كان صراحة يعني معقول قوى سياسية خلافات سياسيه لا لا يعني كانت المبرر والدافع ل ما ما بتصور لانه الشعب غاد يعني ما بتدخل بيك شغلات الشعب بيك يعني زي ما حكيت لك الشعب بحب يشتغل بحب يعيش بحب ينبسط بحب يعني يعاشر الناس يتعرف على الناس فزي برجع بحكي لك كمان مره لي 18 سنه عمره ما صارت معنا هاي المشاكل نهائيا يعني اول مره بالحياه بتصير وبندعي من الله سبحانه وتعالى انها تكون هي الاولى والاخيره يعني ما حدا ينضر والكل يضل طبعاً. عايش والكل يشتغل يعني طيب مهندس فادي ما صار التحذير قبل الحادثه بمعنى قبل بليله ما حد انتبه انه هناك تحرك كزخي ما حدا آه لمس انه في وجود تحرك ولا انتم في ساعات الدوام كل احنا كنا بساعات الدوام والامور كانت طبيعيه يعني احنا احنا كنا مداومين من الساعه 7 موجودين بالمكاتب الامور طبيعيه كان عند العمال هم على الساعه ونص آه كفي تايم آه بالاحرى تي تايم بيضلوا بيجوا بيقعدوا بيريحوا فيه 15 دقيقة ربع ساعة أو أكثر حسب إذا بدهم وبعدين بيرجعوا على شغلهم خلصوا التي تايم وكملوا هون كانت المشكلة صحيح هون صارت المشكلة كم كم أردني تم الاعتداء عليه منكم وين تحركوا الأردنيين والأجانب بعمومهم بعد حدث الاعتداء مهندس فهد هلا كم عدد اللي تم الاعتداء عليهم يعني من زملائكم عارف. يعني كثير هلا اللي في الباص يعني انا كنت واحد من اللي كانوا في الباص يعني اعتدوا على كل الباص هلا الباص تقريبا كان فيه 50 واحد كلكم اردنيين في الباص لا اجانب آه انا بقول أردنيين. نعم آه أردنيين. كل أردني. على كل الاجانب لكن كم اردني على كل الاجانب كان ما كانوا بيميزوا ما كانوا بيجوا بيعرفوا هذا يوناني هذا اردني هذا فلبيني هذا هندي الكل كان بيجي يتم الاعتداء عليه الاردنيين احنا كنا في الباص سبعه وسبعه انضربنا آه بعدين بعد تقريبا شي ساعة ساعة ونص اجوا شباب كزخ معنا زملاء لنا مهندسين وناس بيشتغلوا بالسيفتي هم يلي وقفوا الاعتداء وهم بالاحرى كمان اسعفوا كثير من الشباب بعد ساعة ونص يعني ساعة لأنه كان في هذول الشباب يلي من شفناهم لما كنا في الباص نزلوا ناس منا على الباص على الأرض وصاروا يجوا يضربوهم هذول يلي لهم فيديوهات فكانوا هذول المهندسين المعنى الكزخ كانوا يحاولوا انهم يجوا ياخذوا المصابين ويودوهم يجي يودوهم على اماكن امنه على اساس انه ما يصير عليهم اي شيء اكثر من هيك فلغايه ما اجوا عنا طلعوا الناس من ال... طلعوا الكزخ من الباص وخلونا احنا نيجي نتحرك بعدين تحركنا على كامب ل... للشيفرون للتي سي او هم الكلاينت اللي... تاعنا وقعدنا هناك كان في ايفاكويشن بلان كان كل الشركات تروح لهذاك الكامب وهناك يعني المنطقة أو السكن اللي عليه المخيم اللي عليه بعيد قديش؟ تقريبا 40 دقيقة 40 دقيقة بالسيارة صحيح. بالباص في الباص 100% وفي في نظام أمن حماية في هذا المخيم مشان هناك تحركتوا باتجاهه؟ لا ما في طريق صحراء هلا في في المخيم نفسه ممكن انه يكون احسن لانه هو كان مخيم تابع ل للاونر وهو وهم امريكان ف كان في عندهم سكيورتي احسن هناك ما صار في اي شيء بالعكس هناك حطوا متى ما تبلغت وزاره الخارجيه في, في ما حدث هذا كله ومتى اول مره صار تواصل بينكم وبين سفارتنا هناك هلا انا بتذكر انه حكيت تقريبا مع مع القنصل بحدود 12 قال لي انه احنا مبلغين والسفير مبلغ ساعه السفير مبلغ والكل عم بيتحرك 12 الظهر السبت صحيح آه رجعت اعطاني رقم السفير حكيت مع السفير برضه وقال لي هي احنا بنخاطب آه بنخاطب وزاره الداخليه كزخ كزخ بنحاول نيجي نحل الامور باسرع وقت بس انه احنا بدنا نشوف يعني شو ممكن نيجي نعمل لكم هلا وظلوا على تواصل معنا يعني بكل نص ساعه يجي يرنوا لنا وصلوكم؟ يوم الاحد الصبح كان عندي اسمع من من خلدون خلدون يوم الاحد الصبح كان السفير يو عندك يوم الاحد سعاده السفير الصبح كان عندي بالغرفه وتصور معي اه وسالني كيفك وشو اخبارك وان شاء الله راح ابعثك على الاردن وتتعالج والأمورك هون كويسه وما تخاف من اي شيء انت في امان وفي حمايه انت شايف انه التعامل كان جيد 100% مية 100% بالمية. مية مية بالمية. مية. نعم وغدرته يوم ال اليوم اللي حكينا بكره مغادرتكم بكره مغادرتكم يوم الاثنين غادرت وغدرت. غادرنا غادرنا ضلوا معانا للمطار ساعه السفر وكان مغادر. الطريق مؤمنة لكم طريق مؤمنة. وكل شيء السلطات شي. كيف تعاملت معكم؟ في كل راحه كان مؤمنين لنا كل شيء شعرتوا انهم ندمانين عندهم اي اجراء تم اتخاذه بحق هدول العمال اللي هم كان الامن عندهم زعلانين مبين عليهم المزعلين اللي صار فينا احنا قراتوا في في الصحف في المواقع الاخباريه الجازخية انه تم اتخاذ اجراء كا من كانوا قاعدين انه بيحاولوا جابوا لنا صور للشباب اللي كانوا عاملين المشاكل انه نتعرف عليهم ففي شباب عرفوهم وتعرفوا عليهم واخذوهم عشان يثبتوا يلموهم يجيبوهم من نفس الدوله الكازاخيه يعني تم التعرف على بعض المعتدين <applause> بالضبط 100% طيب اخي محمد صار قبل هيك اعتداءات على اجانب في كازاخستان؟ والله احنا, إحنا كشركه سي سي اول مره صراحه احنا كشركه سي 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 اول مره بتصير معنا يعني لانه دائما احنا عندنا شركه الاداره السي سي سي بالذات صاحب الشركه نفسه المعلم سامر خوري دائما بكل ما ناخذ مشروع جديد بيجي يعني بيجتمع فينا فينا وفي في اللوكل ولاد البلد فبيعرفنا يعني احنا كاكسبات كعرب غاد انه احنا ضيوف عندهم لازم نكون محترمين نكون مؤدبين ندير الشركات الثانيه الشركات الثانيه يعني كل شركه دائما الا يصير فيها يعني على الاكل على المرتبات على اللبس يعني دائما بيكون شغلات بتخفيف وبتنحل الامور يعني بس بصير مناوشات خفيفة بصير مش بالطريقة اللي شفناها لا, لا مش بالطريقة يعني مؤذية يعني بالزمنات يعني بالزمنات ما قبل <تغفق> يمكن عشر سنين صارت بين ال... مع الاتراك يعني على ما اظن مع الاتراك شركة تركية بنفس المنطقة تنقيس صارت هذه الشغلة هيك <تغفق> يعني احنا الحمد لله رب العالمين ما كان في ضحايا ما كان في شيء لانه كان في تعاون من يعني مباشرة وزارة الخارجية الاردنية قامت بالتدخل السريع يعني ومعالي وال... السفير الأردني في كازاخستان مباشرة والإدارة إدارة السي سي سي في كازاخستان وخارج كازاخستان يعني عندنا كان رئيس الشركة في كازاخستان السيد هشام كعوش والكادر يعني ومدير العلاقات العامه السيد امين مشتهى ومدير الاتش ار طيب الطول طيب البشريه طيب انا بدنا يعني من احنا مناش يعني نعدد من اسماء احنا بدنا نعرف لانه كانوا يعني قائمين على قدم وساق يعني هم والسفير مع الشباب مفهوم مفهوم وانتم راضيين عن الاجراءات اللي اتخذت اكيد 100% بعد حدث الاعتداء مهندس نعم فادي والجميع مش هيك نعم في رضا عام من من ال 107 اردنيين على التعاطي مع مع الازمه مهندس فادي مع المايك سيدي في رضا عن التعاطي الاردني مع الازمه كل ب... او كزخي ولا عندكم تحفظ على واحد من الاثنين هل تاخرنا في التعامل معكم <applause> والتعامل لا هلا انه تأخر <applause> <applause> لا بالعكس كان سريع وكان الكل مشكور على كل جهود كامله الشعب اللبناني انبسط من الشعب الاردني حتى طيب صحيح الشعب اللبناني ليش انبسط خلينا نسمع <applause> 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 لانه لانه الاردن شو عملت على السريع والله والله خلينا نسمعه بس بعدين اللبنانيين كان الشعب اللبناني اللي معنا الشباب اللي كانوا شغالين آه. انبسطوا من السفير الاردني اللي عمله والوزاره تاعتنا شو عملت ووقفت معنا وهم كانوا معنا يعني اللي كان يسووا لنا اياه هم معنا في كل شيء حتى على مستوى الطيران يجوا معنا للاردن وصلوا اللبنانيين نعم اه وصلوا معنا للاردن وكانوا مبسوطين انه احنا يعني نعم 100 تعاملنا مع الموضوع نعم. بطريقه جيده يعني تمدحوا نعم. باجراءات وزاره الخارجيه 100% طيب انا راح ارجع لكم بس احنا كمان بدنا نسمع من ضيوفنا تحليلهم ل اللي ووجهه النظر سواء من نقابه المهندسين انه في عدد مهندسين كعمال دوليا عالميا مثل هذا التصرف شو الاجراء اللي ممكن نتعاطى معاه فيه كل ذلك واكثر سنواصل الحديث فيه لكن بعد فاصل قصير نواصل حلقة الليلة من نبض البلد حديثنا عن أبنائنا الأردنيين العائدين من كازاخستان والإعتداء اللي تم عليهم أرحب مباشرة من إربد بأبو عمر إيهاب النطور أحد الأردنيين العائدين من كازاخستان أبو عمر مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد مساء النور يسعد مساك أبو عمر بدنا تحكي لنا إيش صار معك والحمد لله على سلامتك أول شيء ألف سلامة عليك عرفنا أنك خرجت من المستشفى قبل ساعات والحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا رب الله يسلمك يا سيدي أول شيء بنحب نطمن عن سلامة الجميع والحمد لله على سلامة الجميع بالنسبة للي صار معنا احنا كنا مداومين في الشغل دوام رسمي طبيعي ما في عندنا أي مشكلة ولا بنعرف عن أي مشكلة قائمة في الموقع فبالتالي كان كل واحد فينا موقع عمله وبالتالي أجانا أوامر إنه اطلعوا من السايت حتى نقدر نخليكم لأنه يبدو إنه في مشاكل في قسم ثاني مشروع ثاني تابع لسي سي مش مشروع نفسه وقمنا بإخلاء الموقع لعند المكاتب الرئيسية وقاموا تنظيم الشركة بصعودنا للباصات بحيث أنه نخلي الموقع بصورة آمنة لكن للأسف الباص اللي طلعت فيه بدل ما يتجه لل نقول للأماكن الآمنة وللاتجاه الصحيح توجه مباشرة بين كل الجموع خلينا نقول الهائجه والناس اللي اللي زعلانه ووقف وفتح الباصات الباب تمام وطلعوا علينا طبعا هم بلشوا يسالونه عربي تركي وبلشوا يتعاملوا مع اي واحد عربي او تركي يعني في ناس كثير من جنسيات مختلفه تعاملوا معهم بعدم اكتراث بوحشيه في البعض منهم قام بإسعاف بعض الشباب عندنا من الجموع الموجودين بحيث أنه في مهندس بعد ما نزلوا من الباص وضربوا أخذوا مجموعة من الشباب خبوا جوات كونتينر وقعد ساعتين تقريبا وأطلعوا أنا من الناس اللي كانوا في الباص موجودين معنا بنات برضو موجودات من نفس الشركة حاولوا أنهم ما إلو دخل هذا الشخص ليش بتضربوا فيه ما ردوا عليهم ودفشوهم وما اكترثوا للامور هاي طبعا كان يضرب الواحد حتى يغمى عليه او يفكروا انه خلص انتهى وبعد ذلك يسحبوا حالهم يروحوا على واحد ثاني وممكن بس يروحوا على واحد ثاني يجيك واحد ثاني يرد يبلش فيك مره ثانيه وكان زي ما انت شايف الاضرار يعني يعني ممكن الحمد لله انا من اهون الناس اللي اللي صارت معهم المشكله هاي اضرار لانه في ناس ثانيه تاذت وبالأخص من الشباب اللي كانوا في قسم السفل اللي هو في المشروع نفسه القديم اللي صارت فيه الإشكالية <applause> السلام عليك يا أبو عمر أبو عمر بتعرف ليش تصرفوا الكزاخيين بهذه الطريقة معكم؟ عندك تصور؟ والله كتصور هم بيحكوا أنه السبب صورة لبنت كزاخية وشاب من الاخوان اللبنانيين كان متصور طبعا هو كان حاط الصورة على بروفايله وهي على بروفايلها ما كان فيها اي اساءة اخلاقية او غيره ممكن الكل شاف الصورة وبالعكس صار لهم ثلاث شغالين مع بعض ما في اي مشكلة ولكن هنالك شخص زي ما بيحكوها وجه وجيش العالم بحيث انه حط على الصورة هاي كتابات انه شوفوا كيف العرب يتعاملوا مع بناتنا وخواتنا وشو الغاية من جيتهم عنا فبالتالي هم عبارة عن عشائر ومناطق لهم كاملة بتكون فقدر انه خلنا نقول يحرك الناس في اتجاه اللي هو بيعرف انهم بمسهم فيه وتحركوا فيه الجماعة معروف لك ابو عمر الشخص بصورة عامة لا موجود على على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي موجود عندك بتلاقي حاط على الصورة وكاتب في الكزخي وفي الروسي الكلمات اللي ممكن تستفز أي واحد بالإضافة إلى مشاكل ثانية ممكن باقي كمشاكل شخصية بتصير بين أي اثنين في الشغل هلا احنا عندنا الشركة بصورة عامة بتركز على التعامل الإنساني في عندنا دورة اسمها اي اف اللي هي انسيدنت انجري فري القاعدة الرئيسية تاعتها اللي هي التعامل الإنساني مع الناس وتوجيهه بصورة صحيحة بحيث أنه تبعد عنه أي أخطار والشركة بصورة عامة يعني إحنا مختلف المشاريع انتقلنا فيها من مكان لمكان في العالم بتدقق على سلامة الناس بصورة عامة وعلى تعليم الناس اللي لسه جداد في المهنة لأنه إحنا بنروح على أي بلد كزوار فبالتالي بيلزم أنه أهل البلد يتعلموا على اساس هم اللي يكونوا الاوبريتر وهم يكونوا المشغلين والمهندسين والمنشاه اللي احنا بنخلصها احنا بنخلص وبنطلع من المشروع هم اللي بيشغلوا فالشركه يعني دائما وابدا بتاكد على انه لازم انه تتعامل معهم بانسانيه تطول بسرعة عائليه اسمع منه شو ما كان مشكلته بغض النظر حتى لو كان الكلام خلينا نقول ما هو مثمر اسمع منه مش مشكله ممكن انك انت تهديه ممكن تقدر تعرف وين المشكله تاعته تحللوا اياها. بالاضافه لدورات السيفت اللي بيعطونا اياها بصوره عامه. نعم. حتى نكون احنا معاهم بنفس الجو. واضح. يعني زي مثلا ورك هايت هايد، اكسكافيشن، كونفايند سبيس، لانه انت مطلوب منك انك تكون بالاماكن اللي بكونوا فيها. انت مش مميز عنهم بشيء، ولكن انت كقطاع بدك تتعامل مع الموضوع. راح ارجع لك ابو عمر و... و... واسمع منك لاحقا بس بدي اسمع من نقيب المهندسين. كيف وصلكم الخبر؟ شو تعاملتوا في مهندسين ضمن اللي تم الاعتداء عليهم؟ شو كان اجراءكم؟ ومتى وصلكم الخبر وشو تعاطيتوا معه؟ اولا بالبدايه <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على سلامه الشباب والحمد لله اللي جنب الاردن كارثه وهذا التكاتف الشعبي وهذا التضامن الشعبي حول الحادثة يعني مر علينا بسلام الحمد لله بكفينا عثرات وبكفينا حزن خلال الفترة الماضية من كثير من الكوارث اللي مرينا فيها والحمد لله على سلامة شبابنا كلهم وبأمانة احنا بنقابة المنسين انا احد الاصدقاء اتصل في تليفون بحدود الساعة واحد ونص بتوقيت عمان وقال لي في هيك هيك يوم السبت سمعت يوم السبت قلت له لا ما سمعت قال لي في اخو مهندس هلا ببعث لي الصور على الواتساب وببعث لك اياها فبعث لي الصور بعد ما تفرجت عليها مباشرة انا اتصلت بالشاب واخذت تليفون اخوه وتواصلت معه بالحادث كان الحادث يعني في نهاياته ومن خلاله بلشت اخذ تليفونات بعض المهندسين المتواجدين هناك واجمع اكبر كميه من المعلومات تواصلت مع غرفه العمليات بوزاره الخارجيه كانوا اوريدي بالصوره وعلى تواصل مع سفيرنا هناك وما عندهم يعطوني اي معلومات بس طلبوا مني نظل على تواصل ونتبادل المعلومات شو بصير عندنا في هاي المنطقة بس كانوا بيعرفوا انه في بيعرفوا نعم وافتر ذات انا اتصلت بالسفير نفسه بأمانة كان السفير سفيرنا في سفيرنا وقال لي أنه بكرة الساعة ثمانية صباحا بتوقيت المدينة اللي هم فيها راح يكون عند الشباب لأنه ما في إلا هاي الطائرة اللي راح تكون حاولت أتواصل مع الشركة يوم السبت ما كانت تجاوب لا الشركة في عمان ولا الشركة في أثينا حاولنا كمان نجمع من خلال الشباب مين هم المدراء مين الناس اللي ممكن نتواصل احنا وياهم برضو الاحد كان يوم عطله الاحد اتصلت انا وزير الخارجيه كان وزير الخارجيه عنده معلومات كامله وانا كان عندي معلومات أزود فيها وكنا الهم الوحيد لنا انه يكونوا في مكان امن قبل ما نفكر بالحقوق والامتيازات والالتزامات ان يكونوا في مكان امن وتاكدنا انهم وصلوا هاي المدينه اللي بتبعد من 300 ل 400 كيلومتر في هاي المنطقه لكن ايضا حتى هناك كان في قلق يعني كان يصلنا من الشباب انه حتى رجال الامن اللي حولهم ما كانوا مرتاحين الهم وكانوا يعني حتى نظراتهم مش نظرات مريحه إيه لا زال كان الجو متوتر اللي صار صار اشي بربري اشي مرفوض بكل المقاييس وهذا انا بلغته لسفير كازاخستان في عمان لما قابلته في عمان انه احنا في نقابه المهندسين وباسم الشعب الاردني كله بنستنكر وبنرفض هذا الاسلوب اللي ما تعودنا عليه ولا يمكن انه يكون وإحنا بنفهم انه واحد او اثنين او ثلاثه بيفقدوا اعصابهم بس مش جماعات هذا حكي مرفوض بكل المقاييس ايضا الشركه بتتحمل مسؤوليه وين السكيورتي انت لما بكون مناطق كل المشاريع الكبرى اللي موجوده في العالم قبل ما نرسل كوادرنا ومعداتنا لاي موقع بندرس السايت وبتندرس المؤثرات الاقتصاديه والاجتماعيه الظروف الامنيه بالمنطقه شو بده كوادر بشريه شو بده معدات لحفظ الامن وهذا الحكي بنشوفه حتى بالشركات الصينية اللي قاعدة بتشتغل عندنا بمناطقنا واللي بتشتغل بافريقيا، كل الشركات اللي عاملة بالأفريقيا بتعمل سكيورتي، وين السكيورتي اللي كان معمول بالمنطقة؟ كيف هي حماية الشباب؟ هل طرق الإخلاء كانوا مدرب، <applause> سوري كانوا مدربين عليها ولا مش مدربين؟ إذا تعرضوا لمخاطر كيف أنهم يتحركوا؟ هل الباصات كانت موجودة ضمن خطة سلامة عامة مدروسة؟ في كثير من التفاصيل بدها إجابات وبدها أسئلة. هذا يجب ان نوضح من الشركة أن... ومن السلطات نعم المهندسية. وهذا احنا كنقابه مهندسين راح نتابعوا معهم واحنا على تواصل اليوم مع الشركه في تعاون بين الشركه تعاون كامل جدا هذا لا يعني انه ما في تقصير سواء من قبل الشركه او من قبل السلطات هناك لا في مسؤولية كبرى تتحملها الدولة وتحولها الأجهزة الأمنية وإحنا بنطالب بتحقيق ويجب إنه أن يكون هناك مشاركة أردنية للإطلاع على كافة التفاصيل وبدنا نعرف إذا في شيء خلف الأبواب إحنا ما بنعرفه إذا في صراع بين الشركات مثل ما بتقول بعض وكالات الأنباء إذا في نوع من عدم الانسجام ما بينهم وبين المجتمع المحلي اليوم لما تيجي شركات عبر القارات بتروح على مناطق قيد التنميه او بدايات تنمويه ومناطق قرويه وعشائريه بدها تنسج معها علاقه بتعمل لها بتحط بيرسنت نسبه مئويه للتدريب وللتاهيل لا. لابناء القريه بتعمل مدرسه بتعمل حديقه بتبني علاقه اجتماعيه هل كان هناك نوع من العدائيه بين بين اهل المنطقه وبين هاي الشركه هاي كل هالشغلات بدها كويس في عندنا ايضا بس هيك ملاحظه طبعاً. اخيره الاثر طبعاً. النفسي احنا ما بنحكي قاعدين عن حقوق عماليه وراتب وانه بده يشتغل او ما بده يشتغل الاثر النفسي لهي له الاعداد الهائله من الناس حاله الرعب اللي تعرضوا لها لو كان مواطن أميركي وتعرض لهذا الظرف هل رده الفعل بتكون بنفس الطريقه هذا الانسان انسان في اي منطقه وفي اي بقعه من العالم هذا انسان وهناك شرعه دوليه في هذا المجال صح ماذا اسمع تعقيبك ووجهه نظرك <applause> العماليه شكرا المحكم. يعني اول المهندس شيء ممكن حكى نقاط مهمه جدا العلاقه نعم مع المجتمع المحلي نرجع علاقه حمايه العاملين الاجانب في اي مكان هذا واجب على السلطات وعلى الشركات والمفروض في عندهم اسس واطر معين للتعاطي مع اللي حدث هو يحدث في في عديد من الدول بس نعم احنا كاردنيين كان تركيزنا دائما فيما يتعلق بما يسمى بالعماله المهاجره على العماله الاجنبيه الموجوده عندنا ولهذا السبب نعتقد بانه اهتمامنا فيما يتعلق بمنظومه التشريعات الدوليه اللي بتنظم حقوق العمال المهاجره هي فقط التزامات على الاردن ولهذا السبب خلينا نتطرق للتشريعات الدوليه اللي كان مفروض ان الاردن يعني يلتزم فيها حمايه لعاملينه لانه احنا عندنا حوالي ما يقرب من مليون عامل وافد في الاردن ولكن لدينا اردنيين في الخارج يقربوا من مليون ايضا هذا للاسف تعاملنا في مجال حمايات العمالة الأردنية في الخارج يجب أن يكون متوازن مع مستويات حماياتنا للعاملين للعاملين الأجانب في داخل الأردن وهذا ما يسمى في في منظومة التشريعات الدولية حماية العمالة المهاجرة لا يمكن لدولة أن تحمي عامليها في الخارج ولا تحمي عاملين الغير في الداخل وهذا المجر هذه المنظومة اللي الأردن تجنب أن يلتزم فيها للأسف على مدار السنوات الماضية ولهذا السبب هناك اتفاقية دولية خاصة بحماية العاملين المهاجرين وأسرهم الأردن حتى الآن لم يصدق عليها للاسف في سبب يعني السبب الرئيسي اللي انا بعتقد انه هو هو السبب في عدم المصادقه انه يفرض على على الدوله التي تصادق التزامات تجاه العاملين الاجانب لديها حتى اذا كانوا غير منتظمين قانونا ولكن هذا غير مبرر يعني حتى العامل غير منتظم قانونا يجب ان يتم حمايته حسب الشرعه الدوليه بس احنا هذا ما جانب. يصير اعتداء على على يعني صار انت بتذكر صار أكيد اعتداء على مصري في العقد الحمد لله الحمد لله ما بيحصل عندنا زي ما حصل في اللي شفناه هذا حدث حادثه من سنوات تم الاعتداء على عامل مصري واحد كلنا نجل ونحترم العمال المصري وشفنا كيف التعاطف الشعبي كله وادى الى انه الحكومه نفسها ان تتجه اتجاه استرضاء التوجه الشعبي وبالتالي كان في تحرك ولكن الدرس الذي كان يجب ان نتعلمه من تلك الحادثه ان الجانب المصري في ذلك الوقت لم يترك الامر للسلطات الأردنية وحدها أن تتصرف فحضر وزيرين في ذلك الوقت من أجل ضرب عامل واحد وزير القوى العاملة ووزير شؤون المغتربين وحضروا إلى الأردن وأشرفوا على متابعة قضية حقوق هذا العامل وحمايته إجوا على مباشرة طبعا في نفس اليوم وأنا نفسي. كنت أمين عام لوزارة العمل واستقبلناهم وكان فعلا هناك يعني حرص من الدولة في ذلك الوقت في الحكومة المصرية أن تتابع هذا الأمر لأن هذا الأمر يعني مئات الآلاف من العاملين المصريين موجودين في الأردن وفي دول أخرى مجاورة وهون الدولة يبدأ من هنا من هذه النقطة تعاملنا مع هيك قضايا بمعنى لدينا أردنيين الآن في كازاخستان ولكن هناك دول مجاورة ونحن بنحكي الآن عن انفتاح في تواصل في التواصل الاجتماعي والمعلومه تصل الى كل العالم في لحظه طبعا وبالتالي اذا تم استم استمراء الاعتداء على عميل أردني في كازاخستان قد يحصل الان استمراء للاعتداء عليهم في اي منطقه اخرى واحنا لا نتكلم فقط عن الحمايه نتكلم عن منظومه من الـ 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 الانظمه التي يجب اتباعها في هذا في هذا في في مثل هذه الحوادث على المستوى الدولي هناك التزامات التزامات زي ما حكى طوفة الأستاذ المهندس على المؤسسة نفسها الشركة ولكن أيضا هناك التزامات على الدولة اللي بيسموها دولة المقر الدولة المستضيفة وعلى الدولة دولة الأصل اللي هي الأردن هذه الجهات الرسمية في الدولتين يجب أن يتعاونوا من أجل ضمان عدد من الحقوق التي يجب أن يتمتع فيها العامل اللي موجود في دولة أجنبية حقه في أن يحصل على الحماية الكافية صح الشركة يجب أن تضمن الحماية ولكن أيضا الدولة نفسها دولة المقر يجب أن يكون لها لديها منظومة في التعامل إحنا في الأردن لما نتحدث عن مناطق صناعية في عدد من المناطق قوانين هناك و... قوانين وضبط ودخول وخروج وإلى ذلك وما إلى ذلك وهناك منظومة من التشريعات تنظم ذلك على الدولة في الدولة المستضيفة أيضا الأخرى انه احنا نتابع معها لنضمن ان تكون نفس الاجراءات مضمونه لعمالنا فيها، اضافه الى ذلك ضمان حمايتهم من الاعتداء، من التمييز، ما حصل ما حصل هو انه تم التعامل معهم بصفتهم هم ليسوا من ابناء ذلك البلد، وهذا شكل من اشكال التمييز العنصري اللي كازاخستان نفسها مصادقه على الاتفاقيه تحظر تحضر هذا التصرف اللي حصل. وهذا لحسن الحظ والاردن ايضا مصادق على الاتفاقيه من هذا نفس الاتفاقيه هذا يعني انه ممكن ان تستخدم هذه الاتفاقيه بما انه الدولتين مصادقين عليها لترتيبات خاصه لحمايه أو اولا للتحقيق فيما حصل ولتحميل المسؤوليه ضروري جدا ان نكون على طبعاً التحقيق وان نقف على كل تفاصيلهم في الدول في دول اخرى يحصل معها مثل هذه الحوادث لا تسكت نهائيا وبدعم مسؤولين احنا كبار وزارة في وزاره الخارجيه انه سفيرنا حضر الاجتماع الامني شيء جيد ولكن لسه هذه مرحله اولى هذه الخطوه الاولى هناك خطوات كثيره لسه ما يجب استكمالها الخطوه الثانيه يجب ان يكون هناك متابعه وتحقيق والتحقيق يجب ان يكون بمشاركه الدول اللي تم الاعتداء على ابنائها هذا ثانيا وثالثا ان يتم يعني التقصي عن المسؤولين ومحاسبتهم إذا كانت الدولة المسؤولة عن رعاياها ما تابعت هذه القضايا أكيد سيكون هناك نوع من التراخي أنت من أن ينتقل هذا إلى مكان آخر نعم. وهذا تحذير مهم أنا بعد فاصل سأواصل حواري وأضيف الكرام وأسمع أيضا رسالة من أبنائنا الأردنيين العادي من كازاخستان فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقى معنا. نواصل حوارنا ابو الكرام وبننتقل مباشره حقيقه للأخي ايهاب النطور ابو عمر في اربد وابو عمر اعذرنا اطلنا عليك وانت صحتك تعبانه فبدي اسمع منك رساله اخيره اود ان تقولها للمشاهدين في كل مكان تفضل ابو عمر اول شيء احنا بنوجه رساله للحكومه الكازاخيه بانه الذي تم للاسف لم يكن فقط اهانه للعامل الاجنبي لانه كدوله يجب ان تفرض سيطرتها وأن تقوم بحماية رعاياها مهما كلف الأمر فبالتالي هذه الأمور لم تكن في صالح الدولة كدولة كازاخستانية لديهم رعايا كثيرة مختلفة وكان الكازاخي لما يجي يقول له أمريكي كان يبعد للأسف يعني كان يتعامل مع فئات محددة وبحب أوجه رسالة بالنسبة برضو للأخ اللي كان يحكي ما قبل قليل عن الأمور إنه إحنا كأردنيين لو تم توفير العمل إلنا بصورة دائمة بالرغم من وجود العمل في الاردن واعطائه للفئات اخرى كان ما اضطرينا انه نطلع برة البلد. وبالعكس احنا نخدم بلدنا احسن ما نخدم اي بلد ثانيه. لانه احنا اولا واخيرا وين ما رحنا رح نرجع للبلد ورح نخدم البلد. وعنا البلد الحمد لله رب العالمين تحترم الغريب قبل القريب وهذا الحكي غير متوفر في كثير من الدول. فهذه رسالتنا للجميع انه رجاء حاولوا النظر بالنسبه للعماله الاردنيه عندنا عماله محترفه كفايه جدا للقيام بالاعمال الموجوده عندنا في البلد فما في داعي مش انه ما تجيبوا عمال لا جيبوا كما بفرض علينا الدول الاخرى يعني بكازاخستان 70% فرضوا علينا أن يكونوا من اهل البلد وفرضوا علينا أن يكونوا شهاداتهم جامعيه مش اقل من هيك ولازم تكون مصادقة جامعية أو الكليات فأرجو التعامل بالمثل مع الجميع مع احترام لجميع الجنسيات للأخوان العرب إحنا بنستقبل الجميع بس بنفس الوقت من حقنا أن نشتغل ببلدنا تحت رعاية حكومتنا وننمو وننمي بلدنا أشكرك أبو عمر إيهاب أن كنت معنا مباشرة من إربد شكرا جزيلا لك والحمد لله على سلامتك مرة ثانية وعذرنا اطلنا عليك وانت صحتك تعبانه فالحمد لله على السلام وتقوم بالسلام ان شاء الله واشكر رسالتك الاخيره والشباب في الاستوديو وكلوك مهندس فادي ف انت سمعت حديث المهندس احمد وسمعت حديث الاستاذ حماده وفي رسائل واضحه شو عندك رساله وشو بترد يعني في, في اطار ما, ما 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 تم الحديث عنه آه بالاطار زي ما حكى سعاده النقيب بس إنه بس بدي اوضح شغله انه احنا مدربين على ايفاكويشن بلانز في حال انه خطط اخلاء خطط اخلاء آه ولكن باشياء زي هيك هذا كان آه اعتداء وحشي وهائل والمشكله الاكبر من هيك انه بعد المسافه ما بين المشروع وما بين اقرب نقطه امنيه لنا كانت آه كبيره برايي انه وهذا من الاسباب الرئيسيه يلي ادت لهي الدرجة من الاذى يلي صار مع جميع الوافدين. أه بنتمنى زي ما حكوا انه يكون في خطط امنيه مختلفه في حال انه بلشنا بدنا نيجي نرجع على المشروع لانه المشروع لازم انه يكمل. انتوا رح ترجعوا؟ هلا الشركه اعطتنا أه كافه أه سبل الراحه، قالوا لنا ارجعوا ريحوا اسبوعين ثلاثه الى ان يتاكدوا من جميع السلام العام اللي راح تكون موجودة بدهم يتأكدوا من نقاط الحماية بدهم يتأكدوا إنه سلامتنا راح تكون أولويتهم والشباب اللي ظلوا ليش ظلوا طيب إذا 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 هذا الإجراء الآن متخذ في سبعين واحد ظلوا هناك صح؟ هلا الشباب يلي ظلت هناك في ناس منهم بيشتغلوا بمكتب بأتراو هو هذا المكتب الرئيسي لإلنا هو أتراو اللي بعيد عن تنقيس وإحنا هناك بنروح هلا أتراو هو شوي بعيد عن منطقة تنقيس تقريبا 350 كيلو 400 كيلو ما عليهمش خطر بدهم يبلشوا يرجعوا الشغل آه لانه هلا تضررت كل المكاتب تضررت الكمبيوترات السيرفرات كله فبت... تكسروا كله دمروا حطموهم مكان تدمر هلا بدهم يرجعوا يرجعوا من اول جديد بس انت إن عندك نيه ترجع بنعم او لا سؤالي نعم لسه ما عندك <تحفظ> نيه اخ محمد عندك تعقيب سريع ارجوك بدقيقه والله اكيد نرجع ان شاء الله تصفى الامور ويرجع كل شيء على مكان زي ما كان اول واحسن ان شاء الله خلدون بدك اذا في امن وحمايه مطلبكم امن وحمايه امن وحمايه بنرجع. طيب انا بدي اشكركم بس بدي ارجع بعجاله مهندس سمعت تعقيب الشباب وسمعت ايش ايش عندهم رسائل في هذا الاطار وهم متفقين معكم واليوم انا بدي اسمع منك شو الاجراءات اللي ممكن نتخذها فورا حتى نحمي لانه اليوم مش مشكلتنا فقط عمارتنا اللي في كازاخستان مشكلتنا عمارتنا في كل مكان انه اذا هذا الاعتداء بيتكرر على عمارتنا الوافده صفينا احنا يعني امام مشكله صحيح أنا بقول اليوم لازم الأردن توجه رسالة واضحة وصريحة إلى أصدقائنا في كازاخستان إحنا نعم تربطنا علاقات قوية جدا مع كازاخستان علاقات تاريخية في احترام متبادل وفي استثمارات أردنية بكازاخستان وفي مشاريع أردنية بكل بالمناطق وفي عنا مهندسين وفنيين إحنا ما بنروح باتجاه قطع علاقات مع كازاخستان لكن علينا أن نوجه رسالة واضحة من خلال كازاخستان لكل العالم أن المواطن الأردني مواطن لا يعتد عليه وأن هناك دولة قوية تحميه هذا واحد هي رسالة يجب أن تصل بوضوح اثنين على كل المواطنين الأردنيين بحكي كمواطنين قبل ما بحكي مهندسين أن يكون هناك تواصل بينهم وبين السفارات الأردنية في تلك الدول في تشبيك معلومات بحيث خلال ثواني أنا بتواصل مع السفارة وعلى وزارة الخارجية تكون عارفة شو في عندي مواطنين بهاي الدولة بوجه رسالتي لمهندسينا في الخارج احنا عندنا لجان ارتباط احنا موجودين في كل دول العالم الخبرات الأردنية موجودة بأكثر من 37 دولة عربية وعالمية وهي موجودين وإحنا بنفتخر أنهم موجودين هناك ومش موجودين هناك لانه عندنا ازمه اقتصاديه لا لانهم خبرات دوليه مطلوبه للعالم ومطلوبه للشركات العالميه مهندسين نتمنى يكونوا على تواصل مع نقابة المهندسين ويحثوا المعلومات والتواصل مع نقابة المهندسين وإحنا في عندنا نظام إنه في عندنا إذا في في أي دولة عدد مهندسين يزيد عن مية أو مية وخمسين أو ميتين بنعمل لهم تجمع وبنعطيهم مكتب وبنعطيهم مصروفات بهذه المناطق عندي ثلاث لجان بالسعودية عندي أربع لجان بالإمارات العربية عندي بالكويت في عندنا وين في تجمعات مهندسين؟ <applause> والمسألة الأخرى والأخير اللي أنا بحكيها أنه نقابة المهندسين الأردنيين من اللحظة الأولى مسألة سألت أنه مين فني ومين آي تي ومين عامل ومين مهندس تعطينا مع المية مواطنين أردنيين باعتبارهم مواطنين أردنيين وبالفترة الأخيرة عرفنا أنه العدد التراوح كمهندسين من 15 و 17 وهذا لا يغير من سياسة نقابة المهندسين تجاه التعاطي مع هذا الحدث حماده شكرا ما قامت فيه الحكومة حتى الآن جيد يعني كخطوة أولى ولكن هناك خطوات كثيرة يجب أن يتم العمل عليها أنا أعتقد أنه الآن يجب أن يتم التواصل مع الجهات الرسمية في في كازاخستان لمتابعة الاعتداء اللي تم وأسبابه والتحقيق فيه وتحديد المسؤولية ومعاقبتهم لأنه هذا حق وتحديد السبب حتى نعرف كيف نتعاطى مع الموضوع وتحديد السبب حتى يتم ما يتكرر طبعا وأيضا يستحق تعويض حتى اللي لم يتم الاعتداء عليهم مجرد انهم حاضروا البلاد الاثر النفسي كل هذا في المعايير الدوليه مضمون ويجب ان تتحمل الدوله دوله المقر اللي هي كازاخستان تتحمل المسؤوليات الكامله في ذلك لا يمكن ان نقول انه المسؤوليه هي على صاحب العمل او على من اعتدى فقط لوحده وهذه تتضمن اجراءات متعدده يجب ان يتم فيها التعاون اليومي بين حكومتنا وحكومتهم حتى نوصل لهذه المرحله أنت ذكرت مثال مهم في في موضوع المصريين وزير خارجيتنا ووزير عملنا تحركوا فورا على كازاخستان وحطوا ايدهم على كل التفاصيل ويرجعوا لنا بنتيجه واضحه وغير مقبول ابدا انه احنا نسكت على الموضوع ونتركه الان في ونعتقد انهم رجعوا وخلصوا إن الموضوع في أمان. تم وانتهى وسنبقى متابعين لهذا الامر ومتابعين قضيه الشباب شكرا جزيلا لكم شباب شرفتونا بحضوركم اليوم نتمنى لكم دائما السلامه ونحن دائما متابعين قضاياكم وهذا واجبنا ومسؤوليتنا وما يعني ما بنحمل لحدا في اي جميل زي ما بيقولوا هذا واجبنا شكرا لكم شكرا لحضوركم ضيوف الكرام شرفتوني ايضا شكرا لكم الى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقه الليله نلتقي غدا تصبحون على خير